السلام عليكم، ونشارك معكم طريقتي في طياب ديال الشعريه بالمطيشه او الشعريه مردومه، كل واحد وكيفاش يسميها. مرحبا بكم، تابعوا معي الوصفه. وفي كوكو درت جني واحد ديال الدجاج، ممكن ديرو تقيطعات ديال اللحم. انا تعجبني بالدجاج وخصوصا ملي تيكونوا جناوح. غادي نضيف عليهم العطريه اللي هي الملحه، سكينجبير، الابزار والخرقوم. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال السمن. غادي نضيف بصله متوسطه تكون محكوكه، وغادي نضيفو الزيت الروميه. تقريبا درت ربع كاس ديال الزيت الروميه. غادي نقلي جني وحات ونضيفو مطيشه. بالنسبه للمطيشه خديت 4 الحبات ديال المطيشه، حيدت لهم القشره وطحنتها مزيان، صفيتها وضفتها على الجناوح. جوج ورقات ديال سيدنا موسى، معلقه كبيره من مركز الطماطم، ونضيفو المغليان. تروي مزيان بالمغليان، تندير تقريبا واحد الاطر ولا ربع. غادي نسد على هاد الجني وحات لمده ديال 10 دقائق ونحلو على الكوكوط. من بعد ما تيطيبو لنا الجنيوحات تنضيفو الشعريه المتوسطه. غادي نسد عليها حتى هي غير واحد شويه، غير واحد جوج دقائق، وغادي نحيد الصفاره ونحل الكوكوط. هذه الا كنتو مزروبين، ما كنتوش مزروبين بلا ما تسدوا الكوكوط وخليوها طيب مع التحريك المستمر باش ما تلصقش ليكم في القاع ديال الكوكوط. واخر حاجه تنضيف جوج معالق كبار ديال القزبر مقطع رقيق. وهذه هي الشعريه بالمطيشه، تجي بنينه وتجي فيها لاصوص. بالصحه والراحه.